خبر إصابة ابني بالسرطان حسستني إنه حكم بالموت. مرض السرطان من الاسم بعضنا يتخوف وأحيانا نتشائم من ذكره، حتى نقول المرض الشين أو المرض الخبيث. دارت حوله الكثير من الشائعات والخرافات وبعض النظريات، زي اللي يقولون ترى الجوالات فيها أشعة تسبب السرطان، أو أن السكريات والحلويات من مسببات السرطان، وغيرها الكثير والكثير. فيا ترى وش الصحيح من هالإشاعات؟ وش هو الخطأ منها؟ وهل أغلب الأشياء اللي حولنا تسبب السرطان؟ وش رأيكم ننزل الشارع ونسأل الناس؟ معكم المهندس تركي الدوسري في حلقة جديدة من بايوميديا الموسم الثاني. قبل لا نبدأ، لايك وتفعيل الجرس واشتراكك بالقناة، ويلا على الشارع، على الناس اللي بالشارع. هل تتوقع أنه أشعة الميكرويف تسبب سرطان الأطفال؟ أكيد أكيد والله أتوقع. ليش؟ أتوقع أن سبوبها بلاستيك أقرب ما أعرف. سبق وسمعت بهالمرض هذا؟ والله صار ولد من أولادي من. الله يشفيك. واحدة من بنات بنتي والحمد لله شفيتهم. ما شاء الله تبارك الله. جعلوه في الغدد الليمفاوية وشوف. وناس أعرفهم مر عليهم هالشيء ذا. صراحة سبحان الله مؤذي للنفس. الأطعمة المستوردة والمعلبات والمواد الحافظة. أكيد كل الكند اللي هي المعلبة يعني فيها مواد حافظة كتير قد تسبب تغيرات جينية أو تغيرات في الطفل على المدى البعيد. المادة الحافظة هذه أعتقد أنه يعني مسبب رئيسي لسرطان الأطفال. سكريات وتناولها بشراهة، هل تتوقع أنه سبب من أسباب السرطان؟ صحيح، عندك كاكاوات، عندك شوكولاتات، عندك أشياء هذه. هل تتوقع أنه ينتقل وراثياً؟ له دخل في الوراثة؟ في جينات له دخل في الوراثة، خاصة الغدد الليمفاوية. إيه أتوقع أنه وراثي يعني نسبة 95%، لأني أعرف بعض العوائل اللي فيها ذاش اسمه المرة، رسال الله أن يشفيهم ويعافيهم. السلام عليكم. عشان نتكلم عن مرض السرطان الكانسر ديزيز، نحتاج نعرف بالأول وش طبيعته. السرطان يصيب الإنسان بمختلف الأعمار، ويمكن أنه يحدث في أي مكان بالجسم، بل المرعب أنه ينتشر ويستمر بالانتشار إلى أن يصيب الجسم كله في بعض الأحيان في حال عدم العلاج. كلمة السرطان جت من الطبيب اليوناني أبقراط كأول تشخيص للمرض، حيث استخدم كلمة سرطان البحر لوصف شكل الورم السرطاني الموجود بجسم الإنسان. لكن خلونا نرجع بالزمن قبله بشوي، حوالي 1100 سنة، يعني عام 1500 قبل الميلاد. هذا التاريخ كان لأول حالة موثقة في العالم للإصابة بالسرطان، واللي كانت في مصر القديمة، وتم تسجيل التفاصيل على ورق البردي وتوثيق 8 حالات لمرضى الأورام. وفي عام 1775 ميلادي تم تسجيل أول مسبب للسرطان تم التعرف عليه من قبل الجراح البريطاني بريسفال بوت، اللي اكتشف أن السرطان كان مرض شائع بين العمال منظفي المداخل، وربط بين أسلوب الحياة والمؤثرات البيئية اللي تعرضوا لها، واللي كان المسبب للمرض الغير معروف في وقتها، حيث ربط بين إصابة منظفي المداخل بسبب دخان المداخل. ومن هنا بدأ لغز السرطان يحل بشكل جزئي، وتم وضع غبار المداخن كأول مسبب في قائمة تسمى الآن بالمواد المسرطنة. بشكل مبسط نقدر نقول أن السرطان مرض يشتهر بالتوغل والانتشار عند حدوث خلل في دورة الخلية، يؤدي إلى النمو والانقسام الخلوي الغير محدود، وبعدها تكون هذه الخلايا قادرة على الانتشار في الجسم مسببة أمراض أخرى. وهذه القدرة هي الفرق بين أنواع السرطانات، الأورام الخبيثة المالجنانت تيومر عن غيرها من الأورام الحميدة البيناين تيومر. يعد السرطان هو ثاني سبب رئيسي للوفاة في العالم بـ 9,600,000 حالة وفاة حسب دراسة لمنظمة الصحة العالمية في عام 2018، يعني واحد من كل 6 حالات وفاة تكون
تكون بسبب السرطان. عدد إصابات سرطان الأطفال تقريباً 175 ألف حالة سنوياً، وتصل حالات الوفاة بسبب سرطان الأطفال إلى 96 ألف حالة وفاة سنوياً، تتراوح أعمارهم ما بين فترة الرضاعة إلى سن المراهقة، وتكون نسبة الوفاة أكبر في الدول النامية وأقل في الدول المتقدمة. بتقول لي وش هالأرقام؟ ليش خوفتنا؟ خلاص معناه سرطان وفاة لا قدر الله؟ بقول لك العديد من حالات السرطان، سرطان الأطفال، يمكن الشفاء منها بنسبة من 75 إلى 80% بشكل عام، ونسبة الوفاة العالية تكون في الدول النامية اللي تفتقر للرعاية الصحية وضعف التوعية عن المرض. عساك ارتحت الحين. التوعية ضد المرض من أهم أدوار المنشآت الصحية والجمعيات الخيرية والجهات المعنية، لأنها أحد أهم أسباب مكافحة المرض كنوع من الخدمة المجتمعية، وهذا اللي نحاول نقوم فيه في هالقناة. يعد سرطان الدم اليوكيميا من أكثر الأنواع لدى الأطفال في المملكة العربية السعودية بنسبة 30.4%. لذلك تنظم منظمة الصحة العالمية في كل عام في 15 فبراير اليوم العالمي لسرطان الأطفال، لزيادة مستوى الوعي لدى المجتمع حول سرطان الأطفال والوقاية منه وتصحيح المفاهيم حوله والعلاج في حال الإصابة منه. يذكر أن هناك بعض العوامل تساعد على الإصابة بالسرطان، مثل التقدم في السن لدى الوالدين حال الزواج قد يزيد خطر إصابة الجنين بالمرض بعد الإنجاب. أيضاً التعرض للمواد المشعة المؤينة في الطفولة أو أثناء الحمل عند النساء قد يعرض الطفل للسرطان، وخاصة سرطان الدم. وأهم طرق الوقاية بحسب توصيات وزارة الصحة السعودية تكمن في تجنب تعريض الطفل للأشعة بشكل مكثف. تعرف أن أجهزة التفتيش اللي في المطارات وغيرها مفترض الأطفال والحوامل ما يمرون من عندها. أيضاً الاهتمام بتغذية الطفل من أهم طرق الوقاية واللي تعمل على رفع مناعته. هنا ممكن يختلط علينا الأمر شوي بخصوص الإشاعات والمعتقدات الخاطئة عن مرض سرطان الأطفال، وهل أسبابه معروفة بشكل قطعي ولا لا؟ معنا للإجابة على هالسؤال الدكتور أحمد أبو عنزة، استشاري أورام الأطفال بمركز الأمير فيصل بن بندر للأورام بالقصيم. أهلا وسهلا دكتور، يا مرحبا. أهلا فيك والسادة المشاهدين. في البداية دكتور، حابين نعرف إيش هو مرض سرطان الأطفال؟ سرطان الأطفال هو تكاثر ونمو غير طبيعي في جسم الإنسان، مما يؤدي إلى ظهور أعراض وعلامات قد تهدد حياة الإنسان. طيب دكتور، ياليت تحدثنا عن أنواع السرطان لدى الأطفال. يعتبر سرطان الدم أو ما يسمى اللوكيميا الحادة أو بغض الدم من الأكثر أنواع شيوعا لدى الأطفال بنسبة تقارب 35%، ثم يأتي بعد ذلك ما يسمى أو يعرف بسرطان الدماغ أو سرطان الجهاز العصبي لدى الأطفال، ثم بعد ذلك الأورام التي تصيب الكلى أو الكبد أو الغدد الليمفاوية. بسؤالنا للشارع دكتور، كان من ضمن الإجابات عن مسببات السرطان أشعة الميكروويف، الحلويات والسكريات، وحتى بعضهم قال المواد الحافظة. إيش صحة هذا الرأي دكتور؟ نعم، سؤال جيد حقيقة. طبيا لم يثبت حتى الآن سبب رئيسي للإصابة بسرطان الأطفال، ولكن هي مجرد نظريات علمية. طيب دكتور، هل في عوامل معينة تساعد الإصابة بالمرض؟ نعم، هي تعتبر عوامل مساعدة ومؤهبة وتزيد من خطورة الإصابة بسرطان الأطفال. كما هو الحال في متلازمة داون، لديهم القابلية للإصابة بسرطان الدم أو ما يعرف باللوكيميا الحادة بشكل مضاعف عن الأطفال السويين، وكذلك عقب الإصابة ببعض الفيروسات كما هو الحال في التهاب الكبدي الوبائي سي وما يعقبه من خطورة الإصابة بسرطان الكبد. طيب دكتور، بحكم خبرتك ممكن تحكي لنا رحلة العلاج لمريض سرطان الأطفال؟ تتلخص رحلة العلاج من السرطان في 4 مراحل، لكل مرحلة سمة معينة. تبدأ من بداية الأعراض كما هو الحال في بعض الأعراض مثل ارتفاع في درجة الحرارة، التعرق، نزول الوزن، ثم بعد ذلك التشخيص. وهنا دور مهم جدا للتشخيص المخبري
أو ما يسمى بالأشعة. وبعد التشخيص وتحديد نوعية السرطان ومرحلة السرطان، يأتي دور الكادر الطبي أو الطاقم الطبي من حيث تحديد نوعية البروتوكول العلاجي لبدء العلاج الكيماوي للمريض السرطان. وهنا لابد أن نذكر أنه أنواع العلاج قد تكون علاج جراحي، علاج بالكيماوي، العلاج بالإشعاعي، ثم ما يعرف بالعلاج زراعة النخاع أو زراعة نخاع العظم. المرحلة الأخيرة وهي ما يعرف بالشفاء أو التعافي، وهي تأهيل المريض لما كان عليه قبل الإصابة بالسرطان من حيث الوظائف الحيوية والنشاطات اليومية وانخراط في المجتمع. خبر إصابة ابني بالسرطان حسستني أنه حكم بالموت. هذه كانت ردة فعل أحد الآباء. تعليقك دكتور. نعم، للأسف مفهوم شائع وخاطئ في المجتمع أنه بمجرد ما يتم تشخيص الطفل بالسرطان هي نهاية الحياة، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى الواقع والحقيقة غير ذلك، فإن نسب العلاج والشفاء التام من سرطان الأطفال قد تصل إلى أكثر من 80% في معظم حالات أورام الأطفال، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بالجهود المبذولة في هذا المجال. طيب دكتور، بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الطفل، إيش هو دور المجتمع والجمعية المتخصصة في هذا الموضوع؟ نعم صدقا، علاج مريض السرطان لا يقتصر على المراكز المتخصصة أو المراكز الطبية، لابد من إسهام المجتمع من خلال الجمعيات، المساهمات الفردية في مساندة مرضى السرطان من خلال البرامج الترفيهية، من خلال المبادرات الاجتماعية التي تخفف وطأة المرض سواء على الطفل أو على أهل الطفل. وعلى طاري الجمعيات الخيرية، نشكر جمعية طهور على رعايتها لهذه الحلقة وعلى المجهود اللي قاعد تقدمه لمرضى سرطان الأطفال. شكرا لك يا دكتور، أثريت حلقتنا في هاللقاء. وأنا سعيد جدا أخي مهندس تركي على استضافتي في هذا البرنامج، ولأن تحت لي فرصة للحديث عن سرطان الأطفال. وبكذا وصلنا لنهاية حلقة اليوم. اكتبوا لي في التعليقات حابين نتكلم عن إيش في الحلقات الجاية، ولا تنسون تشوفون الحلقات السابقة. نشوفكم كل خميس الساعة 7 المساء. سلام.